الاتيكيت في الاكل، الاتيكيت في التعامل، الاتيكيت في كل حاجه بقى. مخلي بالي من كل حاجه، ده الاتيكيت. الاتيكيت دايما بيكون يعني في الكلام، لو احنا بنتكلم مثلا مع اشخاص ننقي كلامنا، نكون كلامنا فيه ذوق واحترام اللي قدامنا، ما نبردش مثلا حاجات ممكن تكون هما مثلا عندهم تشوك منها. الاتيكيت ده ممكن بيبان في طريقتنا احنا مثلا لما بنتعامل مع غيرنا، بس الاتيكيت ده انا في اعتقادي ان هو في التعامل في الحياه العامه، يعني اللي هو بيبقى عباره عن الرقي في التعامل، الذوق المتبادل، طريقه الكلام تبقى حلوه، وفي نفس الوقت لو قاعد في مكان يتعامل مع الناس حلو. اهم حاجه في الاتيكيت، الاتيكيت في التعامل اصلا ما بين الناس، الاتيكيت في ان انا اعامل البنت الولد انه يعامل البنت باتيكيت، ان الكبير يعامل الصغير، قصدي يعامل الكبير باتيكيت في كل حاجه. في حاجات مثلا بيبقى بتبان ممكن حاجات بسيطه تبين لك من اللي انت بتكلميه او بتتعاملي معاه ان هو عنده اتيكيت. لازم كلنا يبقى عندنا حته الاحترام كلنا لبعضينا، عشان طبعا نقدر تبقى العيشة ما بيننا سواء في الشارع أو سواء في المدرسة أو سواء في الجامعة أو سواء في الكلية أو سواء في جميع أشغال الحياة بما فيهم كل حاجة. أنا كنت قريت كتاب زمان إن أخلاق الرسول والتربية الإسلامية كانت مبنية على فن الإتيكيت، وثلاث أرباع الكتب المفروض إن هي المترجمة واخدة من أخلاقيات الرسول في التعامل. مثلا في الاكل نكون عندنا نظام شويه في شكل كده يليق يعني بالاطار العام. انا كواحده عاديه هاكل بيتيكيت بطريقه عاديه، بس بطريقه ظريفه مهندمه قدام الناس. مرتبط مثلا بالاكل، يعني في طرق معينه مثلا لاكل حاجات معينه، ده يعتبر من الاتيكيت. تاكل المانجا بالاتيكيت، مش عارف المانجا ازاي بتتاكل بالاتيكيت، انا مش عارف، بس هو في حاجات كتيره بتتاكل يعني بتقول انها بتتاكل بالاتيكيت، حاجات ما ينفعش تتاكل بالاتيكيت اصلا. ما هو الاتيكيت داخل في كل حياتنا، اسلوب حياتنا.